السلام عليكم اختي، مرحبا بكم. كيراكم دايرين؟ صافا شويه غا انت من الشرات، تكونوا دائما بخير وعلى خير. مرحبا بكم اختي معنا، نشكركم على التواصل تاعكم وعلى الدعم تاعكم، نقولكم بارك الله فيكم. انا توجور معكم باش نفيدكم كل معلومه تتعلق بفيزا اسبانيا ولا فرنسا. اي حاجه عندنا معلومه جديده ولا رانا نشاركوها معكم مباشره. وانت اخويا ولا اختي ما تخليش المعلومه تحبس عندك، زيد بارطاجي، خلي الناس تعرف شكاين وتعرف الدوسيات وتعرف المعلومات وتعرف كل شيء باش كي يروحوا لجهه واحده اخرى ما يغلطوهمش ما يكوروهمش ما يديرولهمش دراهم. خاوتي السؤال خاوتي اللي راه يجيني بزاف بزاف تاع الناس، بزاف تاع الناس راهم يروحوا للهاويه، بزاف تاع الناس ما يعرفوش المعلومات على بها يحشوها لهم ولا يكوروهم ولا الى اخره. السؤال هذا اللي هو مراد باغي ندير فيزا بصح ما عرفتش من نبدا، راها تلفت لي كاع، ما عرفتش كاع من نبدا وراها بحرت لي، ما عرفتش شنو ندير، ما عرفتش منه. غادي نسيي هذا السؤال نديروا عليه هذا الفيديو خاوتي، باش اي واحد راه يخمم في فيزا يشوف الشروط اللي لازم، يشوف الاوراق اللي لازم، الصوالح اللي لازم عليه يديرهم خاوتي. حاجه الاولى 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 اللي نوصيكم بها خاوتي هي الفيزا تتطلب الصبر، تطلب الصبر. ماشي اليوم بانت لك باش دير فيزا لغدوه تدفع فيزا، لا، الفيزا تطلب الصبر. الحاجه الاولى تشوف الدوسي تاعك، اسكو انت عندك ملف ولا ما عندكش ملف، اسكو انت عندك ملف ولا ما عندكش ملف وباغي دير فيزا. دروك تقولي مراد الملف ومنه وكيفاش نعرف ملف؟ انا ملف دائما حاجه الاولى 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 اللي ناكد عليها في الملف هي لاسيرونس. انت مسوري ولا ماشي مسوري في خدمتك اللي راك فيها، اسكو راك مسوري ولا ما راكش مسوري؟ باغ اكزومبل كاين اللي يقول لي انا خدام مراد وندخل 10 ملايين ولا 20 مليون في الشهر، بصح شوال انا خدام عند روحي ما عندي لا لاسيرونس لا والو. هنا انت اخي ما راش عندك ملف، انت هنا ما راش عندك ملف. هنا انت غادي تروح عند ابو خليطه يقول لك بلي غادي نخدم لك ملف ونخدم لك دوسي ومنه ومنه، يعرف انت بلي دخل دراهم يولي يشوفك دراهم، هنا غادي يدخلك في حيط وانا ما ننصحكش بهذا. انت لا راك من هذه الفئه اللي ما عندهاش ملف، انا ننصحك خويا انك تصبر. اللي قلتها لك الاولى يقول لي بصح مراد كيفاش ما عنديش ملف ونصبر نزيد نضيع الوقت، نقول لك كيفاش دير خويا. انت ما عندكش ملف وراك خدام وحدك، روح على لوجيس كوميرس، روح دير بطاقه حرفي، دير اي حاجه، سوري روحك، تقدر تسوري روحك روح سوري روحك واصبر عليها خويا. انا دائما ننصح تصبر عن ملعام فما فوق، ملعام فما فوق. اما نجود الوك للناس اللي عندهم ملف، كاين بزاف ناس خاوتي عندهم ملف ويدخلهم في حي، هذه اللي ما رانيش باغي تطيح فيها خويا ولا اختي. كاين بزاف ناس عندهم ملفات شابين 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 بزاف ويروحوا عند الناس واحد اخرين هذوك اللي يشوفوهم دراهم. خاوتي هنا باش ما يفهموناش، خاوتنا اللي يخدموا كيما نقولوا بالنيه تاعهم وبالحلال ويصفوا رقبتهم وكل شيء، ما راناش عليكم خاوتي، خاطر كاين الناس اللي فيهم خوف الله ويخدموا خدمه شابه وكل شيء. لكن حنا نهضروا على بعض الناس اللي يشوفوا الانسان اللي محتاج الفيزا يشوفوه دراهم. لاخاطش فيزا دروك راهي كيما نقولوا موضوع حساس بزاف خاوتي، اي واحد تقول له فيزا صاي يحسب بالجنه. لا خاوتي لازم ما تطيحش في الهاويه، لازم شوف، لازم انتايا ما تبينش هذاك اللي راه عنده باللي الفيزا هي كل شيء، باللي هي لافينير، باللي منها منها، كي يشوفك كيما هكا غادي يزيد يفروفيتي. نروحوا للناس اللي عندهم ملفات تاعهم ويروحوا عند هاد الناس يكورهم، يقول لا ملف تاعك تاعي هذا ما غاديش تدي به، انت تخلص 3 ملايين ونص، لا راح ندير لك باللي غادي ندير لك تخدم في الشركه الفلانيه وندير لك لي فيش دو بي 7 ملايين وندير لك باللي عندك 10 سنين خدمه وندير لك منه وندير لك منه ويدخلك في حي. حذاري صاحبي ما تبقاش تروح عند هذا البنادم كاع، انت مادام عندك ملف تخلص 2 ملايين ونص ولا 2 ملايين ندير بالملف تاعك الضعيف، وما تروحش دير ملف عند هذاك اللي يدير لك ملف مزور ويدخلك في حي صديقي. حذاري ثم حذاري ثم حذاري، غادي تسيب دي فوا هكا في اليوتيوب ولا في التيك توك ولا تسيب واحد كاتب في التعليقات انا عطاوني فيزا بدوسي مدرح، هو هذاك الغايه تاع هذاك، ما عنده لا فيزا لا والو، هو الغايه تاعه باش تجي انت عنده تقول له حمبو خويا غادي نسقسيك شكون خدم لك منا منا، غادي يعطيك نيميرو تاعه هو، تعاود تسيب روحك غير عنده هو، هو يبدا يكور فيك ويدي لك دراهمك ولا يسلك عند صاحبه ولا هما متفاهمين ولا راهم بزاف خاوتي. هذا كاين الاحتيال بزاف بزاف بزاف، راه الاحتيال في هذا الموضوع تاع الفيزا. هذه هي خاوتي، اللي عنده ملف تاعه يدير بالملف تاعه كيما كان، كيما كان يدير بالملف تاعه. دروك تقول لي مراد بصح ما جاوبتنيش انا، تلفت لي واسكو ندير ما نديرش، باش نبدا باش ما نبداش، غادي نقول لكم باش نبدا باش ما تبداش. حاجه الاولى الموظفين، انت موظف، حاجه الاولى اللي تبدا بها جيب رونديفو تاعك، جيب رونديفو تاعك.
كي تجيب الرونديفو تاعك انت الموظف، صوالح الاخرين كاع ساهلين. شهاده عمل تاعك تجيبها بالخف، لي فيش دو باي تاعك تجيبهم بالخف، دراهمك راهم يدخلوك في الكونت، راك تخلص سي سي بي ولا لابوس ولا لابون سي بون تقدر تجيبها، راك تخلص في يدك اسباس تقدر يخدم لك ورقه بلي راك تخلص اسباس. هذه هي يا خويا، انت الموظف ما تحتاجش هذيك يعني روح ورواح وطيح ونوض وكل شيء. احنا دروك نجيو للتاجر ولا للحرفي ولا اللي يخدم عند روحه ولا ولا كاين محامي، كاين بزاف اللي يخدموا عند روحهم، كاين الاطباء اللي عندهم ثاني عياده تاعهم، هادو كاع نديروهم مع التجار. علاش؟ هذا اللي يقلاه يخدم قبل ما يخمم في الفيزا، يخدم للفيزا قبل ما يخمم انه يدير فيزا، اللي هي حاجه واحده اللي يخدم عليها هي الحساب البنكي تاعه. لازم انت اخي انت ما عندكش لي فيش دو باي، لازم تبين له باللي انت دراهمك كل شهر يدخلوا لك. حط خطره، حط زوج خطرات، حط ثلاث خطرات، ما كانش اللي يكلفك وما كانش اللي يقول لك لا لازم تحط 10 خطرات ولا لا لازم كل سيمانه تحط ولا لا. اخي انتيا نظم روحك بروحك، بغيت تحط خطره في الشهر، بغيت تحط زوج خطرات في الشهر، ما كانش اللي يسالك. خويا السيفه تاعك فيها 20 مليون، السيفه تاعك فيها 200 مليون، ما كانش اللي يسالك وما كانش اللي يجي يفرض عليك شحال لازم عليك تحط. كذب عليك اللي يقول لك روح حط 13 مليون ولا حط 20 مليون ولا حط منها، لا عادي. انت السيفه تاعك طالعه سي طلع شويه، السيفه تاعك هاوده ما تكلفش روحك ودير مبلغ كبير. نقطة واحدة أخرى أنت تاني خويا، بالنسبة ليك أنت باش تبين لهم الدخل تاعك تبينه بالسيفة، كي غادي تبينه بالسيفة تقدر المبلغ اللي يكون عندك في البنك يكون فايت السيفة تاعك. باغ إكزومبل عندك سيفة 30 مليون، في البنك عندك 120 مليون ولا عادي خويا، المهم تكون خادم للفيزا تاعك قبل. صادير هنايا نحتاجوا الكونت اللي قلت لك دوره من قبل، الكونت تاعك يكون داير عام ولا، وتجيبه توريه له بلي راه داير في عام، يعرف بلي هذا الكونت سي فري راه داير في عام، وهاد الدراهم ما جابهمش حطهم غير على جال باش يدي فيزا، السيد كان يدور في الكونت تاعه من قبل. على هذه نورمال اخي تقدر تدير عادي بالكونت تاعك يكون داير غايه، لبغات المبلغ اللي يكون فيه اكبر من السيفا تاعك. هادو هما اخوتي الصوالح اللي لازم تخمم فيهم قبل ما تدير فيزا. هل انت عندك ميلف ولا ما عندكش ميلف؟ سمحوا لي اخوتي، لا غالب راكم تعرفون مع الخدمه وكاع اضطريت اني نقطع الفيديو. نعاود لكم، قلنا الصوالح اللي لازم تعرفهم قبل ما تدير فيزا ولا اللي لازم تخمم فيهم ولا الطريق اللي لازم تبدا بها، هي اولا طرح السؤال على نفسك انت، هل عندي ملف ولا ما عنديش ملف؟ شوف الحاله تاعك، اذا عندك لاسيرونس الملف تاعك غادي يجيك ساهل. ما تجيش تقول لي خويا عندي لاسيرونس تاع البطاله، ماشي تقول لي عندي لاسيرونس تاع البطاله وغادي ندير دوسي باللي خدام في جهه واحده اخرى، لا، هذيك حاجه وهذه حاجه. لاسيرونس لازم لاسيرونس تاعك تكون تتوافق مع العمل تاعك. بالتالي اسكو عندك لاسيرونس؟ الا كنت تاجر راك مدور الكونت تاعك ماكش مدوره، الا كنت موظف المشكل تاعك هو راح يكون عندك مشكل واحد برك اللي هو في الرونديفو، لازم تاكتيفي باش تقدم الرونديفو تاعك. الصوالح الاخرين كاع ساهلين خويا. النصيحه تقول لي مراد نصحني، انا ننصحك بالدوسي سامبل خويا، ما تزيد فيه ما تنقص فيه، ورقه ما تزيدهاش، تاع دير كارت غريس، دير عقد تاع الساكن، دير منا، هادو غير قلعهم من راسك صاحبي، هادو ما يفيدوك في والو، سيتادير الدوسي تاعك اسبانيا ولا فرنسا، الدوسي سامبل، ما تزيد فيه ما تنقص فيه خويا. ان شاء الله بربي نكون جاوبت على هذا السؤال اللي راه يجيني بزاف، وحتى العنوان تاعه راح ندير باللي باغي ندير فيزا وما عرفتش منين نبدا، هكا باش الواحد يطرح سؤال على نفسه يجي يتلقى الاجابه ان شاء الله في هذا الفيديو. نقول لكم بارك الله فيكم خاوتي، ما تنساوناش بالدعاء للوالد، كنا نطلبوا الدعاء لينا احنا درك طلبوا لنا للوالد، راه مليت شويه، ربي يحفظكم خوتي وبارك الله فيكم. سلام.